وفي الشأن الأمني دائما عمدت مصالح أمن ولاية سطيف وبعد تسجيلها لتزايد النشاط التجاري خلال فترات الصباح مع تضاعف في عدد الناقلين عقب تمديد ساعات الحجر الجزئي، عمدت إلى تكثيف تواجدها الميداني وتأطير عمليات المراقبة بهدف محاربة أي نشاط غير قانوني أو سلوك من شأنه تعريض المستهلك لمخاطر محتملة. ميكروفون عبد الحفيظ بوزيدي. مصالح أمن ولاية سطيف على قرار مختلف المصالح الأمنية الموزعة عبر التراب الوطني تسعى إلى تكثيف جهودها عملها الوقائي وأيضا عمليات المراقبة بهدف ضمان حماية تامة للمستهلك. طبعا نسعى إلى مراقبة كل الناقلين، نتأكد من مدى احترامهم لمختلف الشروط، شروط نقول النظافة والشروط الصحية وما إلى غير ذلك، خاصة لما يتعلق الأمر بنقل المواد سريعة التلف. نتأكد من حسن اشتغال نظام التبريد، نتأكد من الفاتورات، نتأكد من السجل التجاري، لعلها إجراءات وقائية تنصب أولا في حماية في مجال عفوا حماية المستهلك، وأيضا إجراءات تفرض على الناقلين وكل التجار احترام مختلف القوانين والنظم والتشريعات.